خير استاذ مصطفى، مساء الخير على حضرتك وعلى جمهورك الكريم. الله يخليك يا فندم. احنا حضرتك احنا عندنا 10.7 مليون مواطن بنصرف لهم المعاشات بتاعتهم بصوره شهريه. كان من ضمن ال 10.7 مليون دول في حوالي 6.5 مليون منهم كان بيصرف بكروت اسمها الكروت الزرقاء بتاعت المعاشات. نعم. الكروت دي احنا بقالنا سنة ونص بنناشد الناس انها تستبدل الكروت دي لان ليها مدة صلاحية واوشكت على الانتهاء، ونزلنا مناشدات في مختلف وسائل الاعلام بكل صورها يعني. الحقيقة استجاب حوالي 5.5 مليون، اتبقى حوالي مليون مواطن لسه معاهم البطاقة الزرقاء دي، ففي جزء منهم اتوقف الشهر اللي فات. انتهت صلاحية بطاقتهم الشهر اللي فات. كانوا حوالي 260 ألف. واحنا وصلنا الكروت الجديدة، وصلناها للمواطنين اللي مش قادرين يتحركوا ويجوا لغاية مكاتب التأمينات كبار السن من أهالينا، وصلنا لهم الكروت لغاية البيت. وبالفعل ال 260 ألف الحمد لله الشهر اللي فات ناس ما حسيتش بالمشكلة، مجرد بس انه كان بيتوجه الى التأمينات بيتفعل الكارت القديم وبنديله الكارت الجديد عشان يصرف فيه مع الشهر 7. الشهر ده اللي احنا فيه في حوالي 150 ألف الكروت صرف المعاشات بتاعتهم انتهت صلاحيتهم. فأنا من خلال برنامج حضرتك بناشد أهالينا أصحاب المعاشات اللي منهم يتوجه بس لأقرب مكتب تأمينات جنب بيته، وهنسلمه الكارت الجديد مجانا ونفعله الكارت القديم. عظيم. والكلام ده يعني احنا بقالنا دلوقتي شهرين متواصلين مع الناس كلها، والأمور بتتحل مع الوقت. طيب الحقيقة احنا بنشكرك سيادة اللواء، وفي نفس الوقت يعني بنثمن على دعوتك الكريمة للناس.